السلام عليكم أختي، هل تعاني من ألم شديد وقت الدورة؟ المسكنات الطبيعية ما بتتحكم فيه؟ إذا كان هذا الوضع، وإذا كان أنت كنت احتجت تزوري الطوارئ بسبب شدة الألم هذا، فأنت عندك مشكلة. ممكن تكون المشكلة هذه مرض يسمى البطانة المهاجرة، إحنا نحتاج أن إحنا نشخصه، ولكن أنت تحتاج أنك تزوري الطبيب. ولو كنت إنسانة متزوجة وتعاني من آلام شديدة وقت العلاقة الزوجية، فهذا دليل آخر على أنه عندك مشكلة. وجود النزف المهبلي دلالة على وجود مشكلة البطانة المهاجرة لو كان مصطحب بالآلام. مو طبيعي أنه أنت تشتكي من الأعراض هذه، خاصة بعد سن 35 سنة. لذلك أرجو منك زيارة الطبيب عشان نشوف إيش المشكلة. شكراً.